منافسات كأس العالم لكرة القدم على غرار هذه النسخة في قطر موعد تتنافس فيه أقدام المتنافسين على هز شباك الخصم. وموعد تغادر فيه الأحاسيس والفعالات والوجدان إلى خارج مواقعها لتلهب الملاعب الخضراء. مواجهة أيضا تحت جسور ضجيجها يعبر حسيس السياسة وزينة المال والاقتصاد، بل هي موقعة أخرى بين جذب الهيمنة المعولمة وشد المقاومة ضد تنميطاتها، كما يبرز وجها من ذلك رافائيل كريسمان أستاذ الدراسات الثقافية بجامعة إشبيليا. بالتأكيد الرياضة تبدو لي إطارا تأويليا يسمح بتحسين صورة البلدان، فحاليا هناك منتخبات تمثل ثقافة الشرق وانخرطت على نحو ما في هذه المنافسة الدولية المعولمة، ويصير ذلك إطارا للعولمة. وهذا اللعب الرياضي الذي أظهره المغرب هو شكل من أشكال الاندماج الكوني مع منتخبات تقليدية كبرى، ويعتبر هذا الأمر انعطافة في التواصل الكوني. كأس العالم كما في مونديال قطر يقول الخبراء هو أكبر موعد لتوليد العواطف والانطباعات ورسم صور ثقافية بأداء أقدام الرياضيين ولاعبي كرة القدم. قصص تروى عن اللاعبين ومجازات تبنى في تعليقات المعلقين وتحليلات الخبراء الرياضيين تنسج في النهاية خيالات تشكل في تفاعلها أساس الصورة الثقافية عن النخب المشاركة. بعض ذلك ما استنتجته أستاذة الأدب المقارن بجامعة كاديس آن هيلين عن الصورة التي غزلتها أقدام المنتخب المغربي على بساط مونديال قطر. بالنسبة إلي المغرب أظهر أن كل شيء ممكن وأن هناك تضامن رياضي خصوصا السلوكات الجيدة. أعتقد بدون شك أن صورته الثقافية ستعظم بفضل هذا الانتصار المستحق، خصوصا تلك الصورة لشعب لم يتوقف عن الحلم والكفاح. في نسخة كأس العالم الحالية هاته تحضر في خضم النقاشات الثقافية المصاحبة إشكالات متصلة بعض مكوناتها بالهوية الفردية والمركبة والهجرة، كما تحاجج أستاذة الإعلام بجامعة فالنسيا لولا بانيون وهي تحلل الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي بعد إخراجه لإسبانيا من الثمن. أولا أهنئ ليس فقط المنتخب المغربي بل كل الشعب المغربي على هذا الإنجاز الرائع. المنافسة الرياضية وكأس العالم على وجه خاص هو أكبر مناسبة مولدة للانفعالات والقيم الرمزية، وهذا النصر الذي حققه المغرب له قيمة خاصة وهو على نحو ما جزء من تاريخ الشعوب المتوسطية. حكاية اللاعبين المغاربة هي نفس حكاية اللاعبين الإسبان. هذا الإنجاز المغربي سيكون فرصة مهمة لكي يعرف العالم المغرب، إنه رمز الزمن الجديد حيث الهوية التقليدية تتلاشى وتتحول إلى هوية جماعية. المغرب ظفر في غزل صورة خلاقة ارتقت به في صدارة سلة الإعجاب والتقدير الكوني مع الإنجاز الذي حققه، صورة كان كيمياؤها تفاعل بين الحلم والمثابرة والكفاح والإيمان بالذات لدى أسوده. فلم تكن مانعتهم حصون القوى المكرسة للهيمنة الكروية من دكها والعبور إلى أفاق المميزين. Hayya 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 hay